واحدة من الطرق الخاطئة وتأثيرها السلبي على نفسية الأطفال من خلال أخطاء الأباء في التربية مهمة جدا هي التفرقة، معناها عدم المساواة بين الأبناء، وإنه بتصير تفضل بين ولد وولد أو بين جنس وجنس أو ترتيب المولود سواء كان كبير أو الصغير. يعني بنلاقي بعض الأهل بفضلوا الذكور أو بفضلوا آخر العنقود أو بفضلوا حدا من أولاده لأنه متفوق أو كتير حلو أو ذكي، وهذا بدون شك بيأثر نفسيا في حياته وبينعكس على شخصيتهم، فممكن إنهم يشعروا بالحقد أو الحسد تجاه إخوان المميزين، وممكن يصير أناني وما بيشوف غير حاله وما بيهتم بأي حدا، وبصير بيعرف بس اللي إله واللي مش إله مش سألان فيه أبداً.